ومع أصدقائي ومن خلال هاتف برنامج صباحة الوطن نذهب سويا إلى فلسطين إلى غزة هاشم ونرحب معنا بالمعلمة أسماء مصطفى الفائزة بجائزة المعلم العالمي 2020. طبعا هذه الجائزة ممنوحة من مؤسسة AKS Education Award في الهند وذلك عن جهد المعلمة أسماء مصطفى المبذول في بناء المجتمع وتطوير أساليب تعليم تفاعلية باللغة الإنجليزية. يسعد صباحك يا ست أسماء. يسعد صباحك حبيبتي وصباح جميع المستمعين، تحية عطرة من قطاع غزة إلى أهلنا النشامة بالأردن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ست أسماء. أهلا بك، مبروك. الله يبارك فيك، الله يحييك. قبل كل شيء خبرينا كيف الأجواء لديكم؟ قطاع غزة لا زال بيكافح ويناضل فيروس كورونا كباقي الدول العالم، لكن في عنا خصوصية شوية. القطاع كثافته السكانية معروف إنها عالية على منطقة جغرافية صغيرة، الانتشار مؤسف جدا والأعداد عم تزيد بشكل مهول. نسأل الله السلامة إلنا وإلكم ولجميع شعوب العالم. اللهم آمين، اللهم آمين. يعني نبارك لك الفوز بهذه الجائزة وأيضا جهودك التي بذلتيها وتبذليها في تطوير الأساليب التعليمية باللغة الإنجليزية. تحدثينا في البداية عن بدايتك في هذه المهنة النبيلة، مهنة التعليم. بداية أنا كنت في القسم العلمي في الثانوية العامة وكانت عندي رغبة منذ الطفولة، منذ صغري إن أنا أتحدث اللغة الإنجليزية وأصبح معلمة لغة إنجليزية. كانوا أهلي في الثانوية العامة بعد ما حصلت معدل امتياز 95% بالقسم العلمي كان عندهم رغبة إن أنا أدرس زي باقي إخواتي هندسة طب صيدلة أي كلية علمية، لكن أنا اتجهت برغبة مني لأنه أنا عندي شغف لمهنة التعليم منذ الصغر. وبصراحة سبب من أسباب حبي إلها أني أنا تلقيت تعليم يعني ممتاز جدا على يد معلميني معلماتي من وأنا صغيرة، فحبيت المهنة من البداية وانتميت إلها بكل حب وشغف. كانت بدايتي في التعليم عام 2008، السنة اللي تخرجت فيها من الجامعة الإسلامية. انضميت فورا إلى صفوف المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم بفلسطين. عمري في التعليم حاليا ما يقارب 13 عام. بدأت بتطبيق الألعاب التربوية اللي أنا تعلمتها بالجامعة، كان عددها 3 في البداية، لعبة الخطوة والتليفون والكرسي. بعد كده بدأت بناء على حاجة المتعلمين اللي هم طالباتي اللي مروا بتجارب سيئة جدا يقف على رأسها العدوان الغاشم المتكرر على قطاع غزة وانقطاعنا عن التعليم فترات طويلة، ومن ثم العودة إلى المدارس. بنعود دائما بقرار وزاري تفريغ انفعالي لهؤلاء الطلبة لأنهم بيكونوا في بالضبط بدهم يفرغوا الكبت والطاقة السلبية اللي عاشوها فترة انضغطوا فيها فترة متواصلة، يعني عدوان وطاقة سلبية وأجواء غير يعني استثنائية خلينا نقول عن باقي أطفال العالم. فبدأت رحلتي بتطوير الألعاب، تطوير بعض يعني استراتيجيات ألعاب ممتعة كانوا الطالبات بناء على طلبهم هم إحنا عايزين نلعب أكتر. فأنا اعتمدت أسلوب الألعاب التربوي كنظام تعويض لهؤلاء الطالبات اللي أغلبهم من سوء الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا تمتلك الطالبة قدرة شرائية إنها تشتري ألعاب، وهذا الحكي أنا سمعته مباشرة من الطالبات. فاعتمدت أسلوب الألعاب التربوية، كنت أخذهم على الحديقة المدرسية أحياناً أوقف الشرح وألعبهم ألعاب تربوية إلها علاقة بالمنهاج دون أن تشعر الطالبة إنها بتتعلم، لكن بالحقيقة هي بتكون بتطور مهاراتها اللغوية، مهارات النطق، مهارات التحدث، الاستماع من خلال الاستماع إلى الأناشيد. هم بيفكروا حالهم بيغنوا لكن هم بيتعلموا لغة بالحقيقة، هم بيكونوا بيمارسوا بالضبط بيمارسوا وبيسمعوا. أيضا عملت على ربط الطالبات بطلاب وطالبات آخرين ومعلمين ومعلمات من 35 دولة عبر تقنية زوم وسكايب، فكانت اللقاءات بمجملها بعتمد من خلالها تطوير مهارة التحدث، طبعا الاستماع باي ديفولت استمع وتحدث من خلال اتصال مباشر مع طلاب آخرين في هذا العالم. كنت معنية جدا بتوظيف التكنولوجيا بشكلها الإيجابي
كسر الحصار المفروض على واقع حياة أبنائنا الطلبة في قطاع غزة. كما قلت إنه إحنا عندنا حياة استثنائية ليست فقط على الطالب، أيضا على المعلم. يعني أنا كنت بستمتع زي الطلبة. جميل. يعني الآن نتحدث عن جائزة المعلم العالمي، كيف تقدمت لهذه الجائزة وكيف كانت المنافسة للفوز بهذه الجائزة؟ الجائزة زي ما تفضلتي بتعلن عنها مؤسسة AKS Education Award، مقرها في الهند، بتكرم كل عام أفضل 100 معلم. كان عندي طموح إن أنا أوصل الصوت الفلسطيني لمعلمي العالم، ويرى العالم حجم الإنجاز الفلسطيني. أسماء لا تمثل نفسها بالمناسبة، أنا بمثل بلدي، بمثل نظام التعليم في فلسطين اللي بيواجه تحديات مرة وصعبة جدا. لو وجدت في أي بلد آخر كان من الممكن أنه ينقطع أو يتوقف التعليم بشكل كامل. أنت بتتحدث عن انقطاع تيار كهربي، طبعا الانقطاع التيار الكهربي هذا له جدول. إحنا عندنا 8 ساعات باليوم تيجي الكهرباء، 8 التانيين بتقطع، أحيانا بتصل إلى 4 ساعات وصل و20 ساعة قطع متواصل. إحنا حياتنا استثنائية. الآن إحنا بنتحدث عن تعليم إلكتروني وربط غزة بالعالم، فكيف المعلم قدر يتجاوز هذه الصعوبات؟ أعداد الطلبة أيضا الكبيرة مقارنة بالدول الأخرى من ضمن التحديات اللي بنواجهها، ومع ذلك العالم الفلسطيني بيرفرف في المحافل الدولية. 4 معلمين فلسطينيين لهذا العام، أنا كنت واحدة منهم، رفعوا العالم الفلسطيني في مؤسسة AKS Education من أفضل معلمي العالم. تقدمت بالجائزة، تقدمت بطلب إلكتروني، أرفقت كل ما لدي من توظيف تعليم ممتع، تعلم نشط، تعليم عالمي. عضوياتي في التعليم العالمي أيضا كان إلها دور في بناء علاقات إيجابية تعاونية مع المعلمين من كافة دول العالم. جميل، والله يعطيك ألف عافية على كل هذه الجهود صراحة. الله يعافيك. يعني تعطي صورة مشرقة للمعلم والمعلمة، المليء بالتحدي والجهد والتعب. أيضا أنت تضعين على رأس أولوياتك الوطن، أن ترتفع راية وطنك، أن بالضبط. ترتفع قيمة التعليم لديك، أن تكون هناك رسالة تربوية تعليمية رائعة من قبلك لكل الأطفال في غزة الحبيبة، في فلسطين الحبيبة، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها هناك الطلاب، سواء من خلال الاحتلال، ونعلم تماما الأسى الذي يعيشه الناس هناك، وأيضا الظروف الصعبة التي تحيط بغزة. ست أسماء، صحيح، أنا معلمة من ضمن عشرات آلاف المعلمين اللي تقدموا من 110 دولة، حظيت بهذا اللقب لأجل رفعة فلسطين. إحنا كمعلمين مهمتنا هي بناء الإنسان، وبناء الإنسان وصناعة عقله أمر ليس بالسهل. هذه مهنتنا وتخصصنا، فإحنا عمليات التراكمية التعليمية اللي هي معلم بيسلم معلم في العام القادم بتؤدي إلى بناء الإنسان. إحنا بفلسطين كباقي دول العالم معنيين ببناء أو إعداد قادة المستقبل، فإن أحسننا غرس اليوم بإذن الله تعالى وطننا بيكون حاله أفضل بالمستقبل القريب بإذن الله. نعم إن شاء الله. ست أسماء، تابعت بعض الفيديوهات لبعض الألعاب والأساليب التفاعلية لتعليم اللغة الإنجليزية. يعني نعرف مدى ممكن التحديات التي تواجهيها يعني بالظروف الاستثنائية في غزة، وأيضا كونك معلمة للغة ثانية هي اللغة الإنجليزية، فما هي ممكن أنجع هذه الأساليب التفاعلية لتعليم لغة ثانية كاللغة الإنجليزية؟ تعلم الآن كل عملية التعليم عن بعد، وكل المعلمين يجدوا صعوبات وتحديات في نقل هذه المعلومة للطلاب، فما هي أنجع هذه الأساليب والألعاب؟ الأساليب متنوعة. أسماء لم تحصر نفسها في زاوية الألعاب التربوية، رغم أنه زاوية الألعاب التربوية زاوية يعني قيمة وواسعة جدا كالبحر.
فيها يعني فيها يعني هناك قدرة لعالة للمعلمين على ابتكار وتطوير هذه الألعاب بما يتلائم مع المادة الدراسية. فكان لي كتاب 45 لعبة لتعليم اللغة الإنجليزية، هذه من ناحية. الألعاب بمجملها بتهدف إلى إشراك الطالب في العملية التعليمية، يعني أنا ما كنتش معنية إطلاقا أكون واقفة أمام الطالب وألقنه المعلومة وأحشو وأخرج من الغرفة الصفية، الطالب ينسى وأنا بكونش عملت شيء يعني قيم. أنا معنية بإشراك الطالب من أجل الممارسة، من أجل أن تثبت اللغة ويمارسها وتعيش معاه في حياته اليومية. فكان من ضمن الاستراتيجيات الألعاب تحدث إلى المرآة، كنت بجيب 40 مراية ل40 طالبة داخل الغرفة الصفية، بنفس الوقت بوزع المراية عليهم، بيبدأوا بيلفظوا معايا وهم بينظروا إلى مخارج الحروف والأصوات إلى المرآة. هذا من ضمن الألعاب، تحدث نعم. إلى مرآتك، فببلشوا هم بيتكلموا، بيعتقدوا أنهم بيكلموا نفسهم، بيلعبوا هذه الألعاب، لكن بالحقيقة هو بيتعلم. لعبة التليفون كنت أهمس في أذن الطالبة، تهمس في أذن الطالبة اللي بجنبها، وهكذا ضمن أجواء تنافسية تفاعلية داخل الغرفة الصفية. أيضا في عندي الجميل في لعبة، الموضوع، يعني عفوا ست أسماء عن تفضل. المقاطعة، إنه أنت تتحدثي كمان اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأنا تابعت هذه الفيديوهات، لفظك للكلمات يعني هو لفظ صحيح للكلمات الإنجليزية، وهذا ما نحتاجه صراحة صحيح صحيح، لمعلمي الإنجليزية. وأنا أنسى أعتقد أن أنه هناك في ابتكار نعم ورياضة في اختيار الألعاب واختيار الأساليب التعليمية التي تختارها السيدة أسماء. هل هناك من خطط قادمة لديك ست أسماء بعد بإذن الله هذا الفوز؟ تعالى. أنا الفوز بعتبره بداية، لقب المعلم العالمي هو يعني بيضيف نكهة إيجابية ودفعة قوية للمعلم لأن يندفع أقوى إلى الأمام. الآن المعلم دائما بيعمل، المعلمين الآخرين بيعملوا، وقد يكون بيعمل أفضل من أفضل معلم حاصل على لقب عالمي، لكن إحنا معنيين بالمستقبل بأنه الجهود تكثف أكثر. إحنا بننتظر دائما الدعم المعنوي، وبصراحة المحفزات ذات قيمة وأهمية في حياة المعلم، بتدفعنا للأمام أكثر. أنا أتمنى من الله كل التوفيق إلي وإلكم ولجميع المعلمين والمعلمات، وبهديكم هذا النجاح الفلسطيني لأهلنا بالأردن ولكل أحرار العالم. أكيد نفخر فيك ست أسماء مصطفى، ويعطيك العافية على كل هذه الجهود. أنت تقدمي رسالة نبيلة للأجيال القادمة في فلسطين. ألف مبروك مرة أخرى من الله الإذاعة يبارك فيك، الأردنية من أهلا جميع أهلا بكم زملائنا. أشكركم جدا. تحياتي لك سيدة أسماء مصطفى من غزة في فلسطين. كل الشكر لك.